السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. في هذه الحلقة طبعا المناسبة الشريفة، المناسبة العظيمة، مولد سيد الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد ما نخلص الانترو في تقرير او لقاء مع هذا الحدث العظيم من مدينة الاسكندرية واحتفالية مولد سيد الانام صلى الله عليه وسلم. طبعا في البداية منتخبات الاولمبية والتي تستضيفها القاهرة والمؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو إن شاء الله بإذن الله. طبعا أحدثنا كثيرا، منها نتائج القسمين الثاني والثالث، وإن شاء الله وأخبار جميع الأندية المصرية في الممتاز ألف، وما ننساش طبعا فقرتنا الدائمة أخبار نادي الزمالك مع الأستاذ محمد مجدي. طبعا في البداية طبعا أيضا مباريات الناشئين، مباريات نادي مدينة نصر، طبعا جميع الحمد لله جميع فرق القطاع محققين طفرة جيدة من خلال الدوريات المؤهلة لبطولة قطاعات القاهرة الكبرى. طبعا أقيمت مباراة أول أمس مع نادي لمواليد 99 مع نادي التربية والتعليم، وفوز نادي مدينة نصر على نظيره نادي التربية والتعليم بهدفين نظيفين ليتصدر مع نادي السكة الحديد قمة مجموعة القاهرة متساويا في النقاط. فوز أيضا مواليد 2000 على نادي كيماويات القاهرة. طبعا ما ننساش طبعا قيادة فريق 99 الكابتن محمد عبد الحميد الشهير بالكابتن حمص، وطبعا معه الكابتن أحمد عاشور مدربا عاما ومديرا إداريا الكابتن بوحي. بالنسبة لفريق 2000 طبعا فوزه الكبير على نادي كيماويات القاهرة واحتلاله المركز الثاني بمجموعة القاهرة أيضا. وطبعا فوز مواليد 2002 على نادي بيروسبورت على ملعب نادي مدينة نصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإن شاء الله طبعا هو في المركز الثاني أيضا. فريق 2003 فاز على نادي نشأة العمال طبعا 4-1، ومواليد 2005 فازت على نادي جرين هيلز بأربعة أهداف ومتصدرة قمة مجموعة القاهرة. 2006 تعادلت مع نادي المعادي بهدفين لكل منهما، وال 2008 متصدرة دوري براعم القاهرة برصيد 8 نقاط. طبعا ما ننساش برضه نادي المصنع الحربي. بدأنا بالناشئين ونتائج الطفرة الجيدة في ناديين النادي مدينة نصر ونادي المصنع الحربي، وإن شاء الله بإذن الله في خلال هذه الحلقة نستعرض الصور تلك الأندية، وإن شاء الله بإذن الله ما ننساش برضه منتخبنا الأولمبي. الحمد لله إن شاء الله في الطريق أو المسار الصحيح للصعود لأولمبياد طوكيو. هنطلع لتقرير أو لقاء مع الدكتور أحمد صالح إمام مسجد بدر وأحد علماء الأزهر الشريف والأوقاف، طبعا احتفالية سيد الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. هنطلع للتقرير ونستقبل الأستاذ محمد مجدي الصحفي بجريد نادي الزمالك اليوم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليك يا علم الهدى، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاشر الأحباب، إن احتفالنا واحتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة، وإنما هو عين المحبة بل وعين الاتباع.
ولذلك اجتمعنا في بيت من بيوت الله نسمع آيات الله ونصلي ونسلم على رسول الله ونتذكر سيرته ونؤصل فينا سنته فما أحب لا تؤمنن به ولا تؤمن صرمته قال أقررتم ونصرتم على ذلك الكفر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ضم إلى تكريم الله تبارك وتعالى بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت لك الحبيب ونحن لا نشكك في حب أحد إذا كنت ممن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحد في المشرق ولا في المغرب من المسلمين في أطراف الدنيا وأدناها إلا ويعشق رسول الله إلا ويشتاق لرسول الله إلا ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني. طبعا ده كان تقرير عن احتفالية مولد سيد الأنام سيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ننساش برضو وفاة اللاعب الخلوق علاء علي لاعب نادي الزمالك السابق عن عمر يناهز 32 عاما عليه رحمة الله. اللاعب الخلوق طبعا كابتن محمد أو محمد كابتن علي عليه رحمة الله من اللعيبة اللي هم أخلاقهم بسم الله ما شاء الله عالية، ولكن
لا قدر في الموت. بنعزيه من هذا المنبر ان شاء الله، ونتمنى ان ربنا ان شاء الله يرحمه عليه رحمه الله. الله طبعا ده قدره طبعا، وطبعا بعد صراع كانت مع المرض كانت صدمه لاسره الكره المصريه واسره نادي الزمالك بصفه خاصه. صحينا امبارح على طيب نعرض صور النجم الراحل الكابتن علاء علي لاعب نادي الزمالك عليه رحمه الله واسكنه الله فسيح جنته. هو نادي الزمالك تلقى الخبر وعليه المستشار مرتضى منصور قرر صادق عزاء يوم الخميس القادم في مسجد الحمديه الشاذليه. يوم الخميس القادم في مسجد الحمديه الشاذليه بمنطقه المهندسين. بس طبعا اتعملت له جنازه في مساكن عين شمس في صح؟ بس هو طبعا هي العزاء هيبقى في مسجد الحمديه الشاذليه يتحمله نادي الزمالك يعني. تمام. وقرر ايضا المستشار مرتضى منصور صرف معاش شهري لاسرته مدى الحياه. تمام. طب والله دي لفته طيبه جدا ولفته انسانيه. ده اللي عودنا عليه مرتضى منصور. طبعا من السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بطبعا اعانه شهريه لاسره علاء علي نجم نادي الزمالك السابق عليه رحمه الله. كابتن محمد استاذ محمد عشان انت صحفي بقى، بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي طبعا كلنا شاهدنا المباراه امبارح، كنا سعداء بالاداء. تمام. ملحمه وريمونتادا على اعلى مستوى وتاريخيه. ما حدش كان عنده شك من اداء المنتخب الوطني ان هو ممكن ينهزم هذه المباراه. لا، المنتخب قدم مباراه كويسه جدا. تمام. اداء عالي بكل جديه. طبعا دي الفوز الثاني على التوالي، كان المنتخب فاز على منتخب مالي 1-0 في المباراه الاولى، والمباراه الثانيه 3-2 برمونتادا محترمه على منتخب غانا. وبهذه النتيجه منتخب مصر يتصدر المجموعه بست نقاط ويتاهل رسميا لنصف نهائي بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لهذا. لكن كان اداء عالي جدا من اللاعبين والجهاز الفني على اعلى مستوى. هناك كانت لقطه طريفه امس عند دخول الكابتن شوقي غريب الشوط الثاني، كان الهدف الثاني جه لمنتخب غانا. الجميع لم يعلم هي اللقطه وتحدث عنها بعد المباراه. هو كان بيصلي. تمام. وفوجئ اول ما دخل استاد القاهره لما بص على اللوحه الالكترونيه لقى النتيجه 2-1 ففوجئ. ما كانش يعلم. فهي دي اللقطه اللي كان الناس بتسال عليها كتير في السوشيال ميديا. والله في لقطه برضه جيده، بكائه اثناء حرز الهدف الثالث لرمضان صبحي. طبعا بيقول للناس انا هنا. احمد ياسر ريان احرز الهدف الثالث، كان اسيست من رمضان صبحي، واحمد ياسر ريان من عرضيه من الركنيه استقبلها بالراس جيدا. الثاني رمضان صبحي واحمد ياسر الثالث. ورمضان صبحي جاب لف. هي كان الصراحه كان مجمل المباراه كان فوق الممتاز. لعيبه رجاله. ويجب على الفريق الاول المنتخب الوطني ان يتعلم الجديه والحماس من المنتخب الاولمبي. تمام. بصراحه قدموا ملحمه تاريخيه يستحقوا عليها احترام الجميع. احنا عايزين تكمله المشوار بقى، مش عايزين نقف او المستوى ينزل. لا ما فيش، هو بس ان شاء الله بعد المباراه القادمه ان شاء الله هتكون يوم الخميس القادم الساعه 8 في استاد القاهره امام منتخب الكاميرون. في بعض الكواليس داخل المعسكر بان يعني هناك اتفاق كده بين الكابتن شوقي غريب، هيحاول يريح بعض اللعيبه المجهده وهيحاول يريح بعض اللعيبه اللي عندها انذارات. تمام. بحيث تقدر تكمل المشوار بعد نصف النهائي، خصوصا ان احنا تاهلنا رسمي الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب ندخل على يعني اخبار المنتخب الاول ومدى طبعا تاثره او فوز المنتخب الاولمبي، وايه الاخبار؟ لان سمعنا اقاويل طبعا في لعيبه هتنضم للمنتخب الاولمبي شبه رسمي. طبعا حسام البدري برضو اعلن لعيبه رجاله، لعيبه كويسه وطبعا لهم وجود. هو هناك في لعيبه، في رمضان صبحي، في مصطفى محمد احتماليه صعوده للفريق الاول. تمام. ولكن بعد انتهاء هذه البطوله للمنتخب الاولمبي الاول اهم حاجه، لان دي طبعا تصفيه طوكيو. تمام. طوكيو، فلازم المنتخب باذن الله يعدي المرحله اللي جايه بس على خير باذن الله، ونشوف في القرعه توقعنا مين باذن الله في نصف النهائي، وبعد كده نشوف بقى المنتخب الاول. طبعا المنتخب الاول دلوقتي بيستعد بتدريبات مكثفه على اعلى مستوى استعدادا للقاء كينيا الخميس المقبل ايضا الساعه السادسة. تمام. مساء في القاهرة؟ لا، في استاد برج العرب. برج العرب في اسكندرية. لأن المنتخب الأولمبي هيلعب على ملعب استاد القاهرة. تمام. تمام.
طبعا المباراة دي يعني ودية كينيا ديت طبعا في نفس ال مش ودية، ده تصفيات المؤهلة لكأس تصفيات الأمم الأفريقية. يوم ايه كينيا؟ كينيا، عندنا كينيا الخميس، وعندنا يوم 18 جزر القمر تمام بره. تمام، تمام. طبعا كل اللعيبة جاهزة وشارك في التدريب جميع اللاعبين، وشارك تركيز عالي جدا وجدية عالية في الأداء، من بس الطمأنينة في نفوس الجهاز الفني. طبعا صحينا برضو امبارح على خبر إصابة حمدي فتحي، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، بقطع في غضروف الركبة. طبعا دي هتحاول تستمر بتاع حوالي 3 شهور إن شاء الله، نتمنى له الشفاء بإذن العاجل الله يقوم بينا بالسلامة. هي صدمت، كانت أكيد طبعا صدمة في الجهاز الفني، لأن كانت هناك نية للكابتن حسام بدري أن يدفع بحمدي فتحي بجانب طارق حامد على حساب محمد النني، لتراجع مستوى محمد النني، وطبعا تفوق مصطفى تفوق مستوى حمدي فتحي في الفتره الاخيره. طب اخبار الانديه المصريه حاليا؟ والله عندنا الاسماعيلي. الاسماعيلي تمام. الاسماعيلي طبعا دلوقتي بيتدرب على فترتين استعدادا لخوض اياب دور 16 امام الجزيره الاماراتي بالبطوله العربيه، يوم 26 من الشهر الجاري على استاد محمد بن زايد. وكانت طبعا انتهت المباراه الاولى 2-0 لصالح الاسماعيلي في استاد الاسماعيليه. تمام. يوجد كان هناك بعض الاخبار للاسماعيلي على ان في عرض لمهاجم الفريق شلونجو من العربي الكويتي، وطبعا نفى اداره الاسماعيلي هذا العروض بانها عروض وهميه. تمام. في برضك تم الاستعانه ببعض الناشئين في تدريبات الفريق استعدادا، زي محمود البدري ومحمد نصر، بالاضافه لتصعيد 4 ناشئين من قبل، وده طبعا لو عدنا عليه نادي الاسماعيلي طول عمره بيبص للابناء الناشئين. طبعا مش عباره عن الاتحاد المصري للانديه الشعبيه الجماهيريه. طبعا طبعا برضك المصري النهارده طبعا كانت قرعه الكونفدراليه. ايوه تمام. النادي المصري وقع في القرعه مع فريق بيراميدز المصري ايضا. تمام تمام. معاهم رينجرز النيجيري ونواديبو من موريتانيا. تمام تمام. المواجهه الاولى هتكون ما بين نواديبو والمصري. تمام تمام. ثم رينجرز وبيراميدز، دي المواجهه الاولى. تمام تمام. المصري وبيراميدز هيتلاقوا في متى بقى او امتى؟ في هذه المجموعه في الجوله الثالثه اللي هي تحددت امتى؟ المباراه 1/12. 1/12 تمام، يعني معنا وقت. تمام. طبعا المصري دلوقتي بيتدرب بصفه منتظمه الان، وخد وديات كتير، اولها كان امس امام الجمارك. تمام. وبيحاول ان يشكل 4 لقاءات وديه، منهم امام الاسماعيلي وامام مصر المقاصه، ويتم تحديد المباراه الاخيره. تمام. استعدادا للقاء المقاولون العرب يوم 25 من الشهر الجاري. تمام. طيب احنا بس نطلع كده لاتصال تليفوني الكابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظة الشرقية وأخبار وكواليس القسم الثالث. كابتن وجدي علوة أخبارك؟ الحمد لله كابتن أحمد، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام ولضيفك. الله يخليك كابتن. معانا اليوم أخبار متفرقة من دور القسم الثاني ودور القسم الثالث. تمام. يعني بالأمس أقيمت مباريات المجموعة الثانية اللي هي مجموعة القاهرة والقناة دوري القسم الثاني. فاز نجوم المستقبل على منتخب السويس بهدف نظيف احرزه اللاعب محمود صابر. تمام. الداخليه تعادل مع القناه بدون اهداف. النصر تفوق على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، وهي المباراه التي اقيل بعدها كابتن محمد عوده المدير الفني لبتروجيت. جمهوريه شبين تمكن من الفوز على نادي الترسانه بهدف نظيف، والمريخ هزيمه على ملعبه من كوكاكولا 3-2، وهي المباراة أيضا التي أدت إلى إقالة كابتن أشرف خضر المدير الفني لنادي المريخ. يبقى أشرف خضر ومحمد عودة كده أول السؤالات الممتاز به. لا، كان سبق كابتن علاء ميهوب بعد الجولة الأولى، كان المدير الفني لنادي الترسانة. تمام. كابتن علاء ميهوب كده 3 استقالات في مجموعة، 3 إقالات في مجموعة القاهرة. تمام يا كابتن. القسم الثالث اليوم شهدت مجموعة الشرقية 4 مباريات كانت مؤجلة بسبب مباريات كأس مصر. الشرقية عادل مساره الصحيح والانتصارات مرة أخرى، وفاز على شباب نادي أبو كبير بهدفين مقابل هدف. وفي ديربي مدينة ديار بنجم بالشرقية، فاز شباب ديار بنجم على نادي ديار بنجم بهدف نظيف، واعتلى الصدارة متساويا مع سيرس الليان ب 11 نقطة لكل فريق. وفي أندية المنوفية معروف كابتن أحمد إن المجموعة دي نصها أندية من الشرقية والنص الآخر أندية محافظة المنوفية. ميت خاقان تعادل مع ميت خلف بهدف لكل فريق، وعرب الرمل
تعادل مع شباب تلا دون أهداف. مجموعة القاهرة أيضا شهدت اليوم فوز الأميرية على الشمس المتصدر بهدفين مقابل هدف، والأميرية فاز على الشمس بهدفين مقابل هدف. تمام، ده مفاجأة دي، الأميرية تفوز على الشمس. وتعادل الغابة مع الماظة بهدفين لكل فريق، وطبعا في النهاية بشيد بالانتصارات التي يحققها قطاعي الناشئين والبراعم بنادي مدينة نصر، وعلى المنظر الحضاري الجميل اللي كان بالأمس في استاد القاهرة الدولي اللي حضرتك ممكن تكون نسيت تنوع عنه، وجود قطاع البراعم والناشئين بنادي مدينة نصر لمساندة المنتخب الأولمبي اللي بنبارك له بإذن الله نبارك لهم على التأهل لطوكيو 2020. باقي مجموعات القسم الثاني هتكون مع الزميل حسن علي. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظة الشرقية. استاذ محمد، هو بس في خبر دلوقتي عاجل برضو بان محمد صلاح لن يخوض لقاءين كينيا وجزر القمر رسميا. رسميا كده خلاص لن يخوض هذه اللقاءات. تمام طبعًا. نخش بقى للاتحاد السكندري. نخش للاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري دلوقتي بيستعد طبعا لخوض دور ال 16 العوده امام البحرين، المحرك البحريني في برضو كالسادس والعشرين من هذا الشهر. تمام، دلوقتي برضو الفريق بيستعد بالتدريب على فترتين، وفي هناك حوالي ثلاث لقاءات وديه سيتم لعبهم قبل لقاء المحرك البحريني. تمام. وفي برضه خبر لجماهير الاتحاد السكندري. فرقه كويسه برضه المحرك البحريني. طبعا المحرك البحريني التيشيرت الجديد للفريق الاتحاد هذا الموسم هيظهر في مباراه المحرك البحريني. هو كان المفروض يظهر في مباراه الذهاب، ولكن كان في بعض طيب اخبار وكواليس نادي الوطنيه نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا الزمالك. طبعا نادي الزمالك دلوقتي خد حوالي لقاءين وديين. تمام، ثلاث لقاءات. تمام كان لقاء امام دجله كان جولدي. وانتهى 3-0. ثم لقاء امام منتخب اللي احنا كنا اعلنا عنه هنا امام منتخب جنوب افريقيا الاولمبي وفاز عليه 2-0. تمام، ثم لقاء امس امام وادي دجله واتهزم 2-1. تمام، بس مباراه امبارح كان شهدت اشتراكات بعض الناشئين، ضرب اللاعبين والناشئين. الناشئين هم صعد 10 عشان نقص العددي. احنا عندنا 11 لاعب في المنتخبات المنتخبين واثنين منتخب تونس. تمام، حمدي النكاز وفرجاني ساسي. تمام كويس. تمام، طبعا اعلنت لجنه المسابقات ايقاف اشرف بن شرقي مباراه وتغريمه 50,000 جنيه، وذلك بسبب احداث ما بعد لقاء المقاولون في الدوري في الاسبوع الخامس. تمام، الزمالك تلقى اختارا من الكاف يفيد بامكانيه مشاركه محمد ونجم مع الزمالك ابتداء من مباراه مازيمبي في 29 من الشهر الجاري. طب كويس. الان دلوقتي الزمالك بيستغل فتره التوقف وبيجدد ارضيه الملعب، ارضيه ملعب عبد اللطيف ابو رجيله. تمام ودلوقتي برضك ايضا تم وضع حجر الاساس بالفندق الخاص بنادي الزمالك داخل نادي الزمالك. تم داخل النادي تم وضع حجر الاساس. لسه حجر الاساس تم وضع حجر الاساس بوابه جامعه الدول. تمام دي وذلك في برضك دي كان ايه الزمالك، اداره الزمالك بتعمل خطه دلوقتي للوصول بالفريق للمرحله العالميه يعني. تمام كويس. عايزين فنادق، عايزين ارتفاع زي قبل باص خاص. طبعا الزمالك دايما يبدا يعني. تمام، بشكل نهائي استقر جروس على رحيل خالد ابو طيب. خلاص شكرا كده. خلاص هو الراجل مش كده خالد ابو طيب كده. لا 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 هو مش مقتنع بيه. تمام، برضو كان جماهير الزمالك برضو مش مقتنع بخالد ابو طيب. وجهات نظر، ولكن طبعا الراجل في الملعب وشايف. صح، هو دلوقتي طالب ان هو يشاهد بسبب برضو كثره الاصابات. هو دلوقتي جاي لسه ما جاش من المانيا. تمام، اصاباته كتير طبعا لم يقدم المستوى المطلوب منه. دلوقتي مستر ميتشو برضك طلب يتفرج على كاسونجو. تمام، عايز يشاهده كويس جدا لان هو هيبقى بديل خالد بوطايف في المرحله القادمه، وسيتم تاكيده في الانتقالات الشتويه ان شاء الله في يناير. تمام، اتفق الزمالك على تجديد عقد حازم امام كابتن نادي الزمالك لمده موسمين، حيث ان عقده سينتهي نهايه هذا الموسم ويحق له التوقيع لاي نادي.
تمام؟ يعني تم التأجيل بس هناك جلسة تم الاتفاق وتم اتحاد ان شاء الله خلاص 3 ايام باذن الله يكون موقع حازم امام للزمالك ومسلمين اخرين ان شاء الله، لان جاله عروض من الدوري السوداني المريخ والهلال، ولكن اللاعب فضل ان البقاء في الزمالك، البقاء في نادي الزمالك. ومعلومه برضك لجماهير نادي الزمالك، حازم امام اقل عقد في لاعبي نادي الزمالك، كابتن نادي الزمالك اقل عقد، اقل عقد بصراحه، ولن يفعل اي ازمه حتى الان موجوده في النادي بالظبط. تمام. طبعا مجلس الاداره دلوقتي ينتظر خريطه صفقات ميتشو، من يحتاجه ومن سيرحل خلال شهر ديسمبر. تمام. حتى يلو. طبعا الزمالك برضك سيلاقي فريق اسوان يوم الخميس المقبل في رابع ودياته هذا الشهر، استعدادا للقاء انبي في 25 من الشهر الجاري. تمام. تمام. دي طبعا المباراه الرابعه. تمام. في جديد عندك برضو؟ ما زلنا في اخبار نادي الزمالك. اه طبعا هناك كلام بان الزمالك حصل على توقيع علي غزالي لاعب فريق فرنسي البرتغالي، ولكن بس اكيد ولا لسه في، هو هناك جلسه حدثت حصلت بينه وبين احمد مرتضى منصور. تمام. ولكن يعني حصل بعض الاتفاقات، ولكن لسه ما تمش التوقيع بصفه رسميه. تمام. واحنا طبعا ما بنحبش نقول هنا حاجه لما تكون ايه اكيده. اه اكيده بالظبط. تمام. انهى الزمالك اتفاقه مع شركه كاتابلوكت العالميه لتوفير احدث منظومه للتحليل البدني والفني لدى اللاعبين، ودي لم تحصل، يعني منظومه مختصه بالتحليل الفني والبدني للاعبين، وده اول فريق يستخدم هذه التقنيه خارج اوروبا. طب كويس. تمام. حاجه كويسه فعلا. انا اقول لحضرتك دايما الزمالك بيعودنا على البدايه، هو تمام. يبدا ويغيره يشوف. طيب. تمام. طبعا فرجاني ساسي اخطر نادي الزمالك، اداره نادي الزمالك، انه سيعود يوم 20 من الشهر الحالي بعد الانتهاء من مشاركه مع منتخب تونس مباراتين مع تصفيات امم افريقيا. تمام. ولا يوجد اي مشاكل بينه وبين اداره الزمالك، عايزين بس ناكد عليها عشان حصل بعض في الاونه الاخيره اشاعات كتير، وفرجاني ساسي راح دبي وفرجاني ساسي مش عارف قاعد مع مين، ولكن مفيش كلام ده. فرجاني ساسي رفض اي عروض في يناير ومكمل مع الزمالك، البقاء بنادي الزمالك. اه هو متعلق بالجمهور بطريقه عاليه. تمام. يعني هناك بقى اشاده من مستر ميتشو بنجم الفريق الصاعد من الواعد من الاصابه مصطفى فتحي، وحصل جلسه بينه وبين مصطفى فتحي. تمام. ووعدوا بانه هو سيتم الاعتماد عليه خلال الفتره المباريات القادمه. طيب احنا سريعا كده نستعرض طبعا نتائج نادي المصنع الحربي ونتائج نادي مدينه نصر، طبعا ومعانا الصور الموجوده لنادي المصنع الحربي، نقول النتائج كده عبال ما يجهزوا صور. طبعا فوز نادي المصنع الحربي لمواليد 2001 بقياده الكابتن احمد صهوان طبعا على نادي على نادي المصري الحضرة بالأسكندرية فوز غال بهدفين نظيفين. طبعا ده يعتبر بعد طبعا وجوده أو بداية استمراره مع الفريق، ده ثالث فوز على التوالي لنادي المصنع الحربي مواليد 2001 بقيادة الكابتن أحمد صهوان والمدرب العام الكابتن عبد الكريم حجازي. طبعا عرض الصور اللي هي بتاعه الابطال دولت، صراحه فرق جيده بدات طبعا بتعادلات ثم افاقت، طبعا بدات تخطو نحو مقدمه المجموعه بعد الفوز الثالث على التوالي بقياده الكابتن احمد صهوان المدير الفني والكابتن عبد الكريم حجازي المدرب العام والكابتن أسامة عبد الحميد مدرب حراس المرمى، وطبعا معهم النشط الكابتن جمال عبد الحليم شلبي المدير الإداري بنادي المصنع الحربي. صراحة كلمة حق طبعا هذا الجندي المجهول الرجل الأول، طبعا مباريات هنا ومباريات هناك، طبعا متواصل مع جميع الفرق السبع فرق المشتركين في مسابقة دوري منطقة الإسكندرية المؤهلة لقطاعات الإسكندرية وبحري.
طبعا برضو ما ننساش مواليد 2002 ما زالت متصدرة برغم تعادلها أمس مع نادي المنتزه بهدفين مقابل هدفين، وما زالت متصدرة قمة مجموعة الأسكندرية المواليد 2002. وكذلك مواليد 2003 برغم برضو أيضا التعادل مع نادي شركة النحاس بهدفين أيضا مقابل هدفين، ما زال هو الأول والمتصدر الوحيد لهذه المجموعة. طبعا ما ننساش برضو مواليد 2004 بقيادة الكابتن محمد فواز، طبعا تعادل مع نادي ركتة بهدفين مقابل هدفين أيضا، طبعا فريق جيد وبداية تكوين هذا الموسم، والحمد لله قطاع الناشئين في نادي المصنع الحربي على ما يرام ثلاث فرق متصدرة دوري مجموعات الأسكندرية. هنشوف الصور بتاعة نادي المصنع الحربي، ده فريق المصري ونادي المصنع الحربي في المباراة التي أقيمت أمس والتي انتهت بفوز نادي المصنع الحربي بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الأهداف طبعا جمال، أحرز الأهداف علي محمود لاعب جاي جدا هاف ليفت كويس قوي، ولاعب محوري، واللاعب زيزو الهدف الثاني، وطبعا ده يعتبر الفوز الثالث. طبعا دولت نجوم نادي المصنع الحربي او فريق ال 2001 بنادي المصنع الحربي، وطبعا الفوز الثالث على التوالي ليتصدر مجموعه الاسكندريه. طبعا برضو من اخبار نادي مدينه نصر بالقاهره زي ما قلنا لكم في البداية، طبعا الفريق 99 متصدر ومتساوي، يا ريت نعرض الصور بتاعة النادي مدينة نصر برضه، ما زال متصدر تمام، ما زال متصدر متساويا مع ناديي السكة الحديد ونادي المصرية للاتصالات على قمة المجموعة برصيد 12 نقطة لكل منهم. طبعا برضو ما ننساش فوز اليوم بقيادة الكابتن أشرف عبده على نادي الكيماويات أو كيماويات القاهرة بفوز كبير بهدفين نظيفين. الكابتن أشرف عبده مديرا فنيا، والكابتن أحمد عاشور مدربا عبد مدربا عاما، وطبعا ما ننساش الإداري النشط الكابتن بوحي ومدير قطاع البراعم أو مدير الإداري لقطاع الناشئين الكابتن سلامة الضوي. طبعا برضو ما زلنا مواليد 2002 برغم تعادلها برضو ما زالت متصدرة دوري مجموعة القاهرة. 2003 فازت عن النادي بيروزبورت بأربعة أهداف مقابل هدف، وطبعا بتحتل المركز الثاني. 2005 طبعا ما زالت متصدرة رغم هزيمتها أمس بهدف نظيف، ولكن ما زالت متصدرة على قمة المجموعة بفارق خمس نقاط عن المركز الثاني. طبعا ما زلنا في نتائج وأخبار دوري الناشئين لمحافظتي القاهرة والأسكندرية. معنا الكابتن محمد فخري المدير الفني بنادي المجد مواليد 99 اللي محقق فعلا نتائج طيبة وما زال متصدرا لمجموعة الأسكندرية لمواليد 99 بعد تعادله اليوم مع نادي فاركو بهدفين مقابل هدفين. كابتن محمد فخري أخبارك؟ السلام عليكم، ازيك كابتن أحمد؟ وعليكم السلام، عامل ايه يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك ليه؟ الله يكرمك. الحمد لله، الله ينور على النتائج الطيبة وتصدر مجموعة الأسكندرية مواليد 99. الحمد لله يا حبيبي، الفضل لله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كرمنا والله. الحمد لله كابتن محمد، قول لي كده يعني كسبتوا مين والنتائج ايه؟ وطبعا أبرز وأهم اللاعبين. والله يا كابتن أحمد والفضل لله، احنا معانا مجموعة من اللعيبة برضو على قدر المسؤولية، وطبعا تابعين لنادي المجد. تمام. الذي ولد كبيرا في الاسكندريه السنه دي بقياده الراجل المحترم الحاج اسلام الصياد. تمام. راجل محترم وله فضل كبير على تكوين الفرق في قطاع الناشئين والفريق الاول. طبعا معنا مجموعه من الفرق كده طبعا لها باع كبير، النادي الاولمبي ونادي فاركو وسماد ابو قير. طب كويس، انديه عريقه فعلا متفوقين على هذه الانديه. ربنا سبحانه وتعالى طبعا كرمنا، ومعنا الرجاء طبعا كان بدايه الدوري كان مع النادي الرجاء وتعادلنا في ملعبهم بالنصريه في اسكندريه 1-1.
كنا متقدمين بفضل الله، لكن الحمد لله يعني تعادلنا في الاخر. تمام. وخدنا 7 مباريات ورا بعض فوز بفضل الله، يعني كسبنا البترول وكسبنا عمريه وكسبنا نقطه العمريه، كسبنا الجياد، كسبنا دلفي، الحمد لله رب العالمين، يعني نتائج طيبه. ما زلتم متصدرين المجموعه؟ 4-0. نعم. ما زلتم متصدرين المجموعه؟ والله بفضل الله الحمد لله احنا ماشيين اول، ومعانا الاولمبي. تمام. يجي ورانا نادي فرق، يعني اللي تعادلنا معاه النهارده 2-2، فرقه محترمه وفرقه قويه جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين الرجاله كانوا على قدر المسؤوليه وتعبوا وشقيوا وكانوا بيلعبوا وهم مجاهدين جدا والله الحمد لله، لان بقى لنا حوالي 3 ماتشات بنلعب 3 ماتشات ورا بعض، وعندنا الرابع كمان يوم الاحد اللي جاي مع نادي العبور في ملعبنا. الحمد لله الحمد صراحه مسابقه يعني ناجحه طبعا، او مسابقات منطقه الاسكندريه طبعا ناجحه، وما زلتم متصدرين دوري مواليد 99. شكرا جزيلا كابتن محمد فخري المدير الفني بنادي المجد السكندري لمواليد 99. طبعا برضو ما ننساش منطقه الاسكندريه لكره القدم في انتظام مواعيدها، الجداول، الحكام، طبعا ما فيش فترات راحه، مفيش تأجيلات، كل المسابقة ناجحة بقيادة الحاج عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية والمدير التنفيذي الأستاذ حسن إسماعيل. طبعا كل الشكر لهؤلاء، طبعا لأن طبعا دوري الناشئين قائم من شهر 9، أول منطقة على مستوى الجمهورية بتقيم مباريات مسابقات الناشئين منطقة الإسكندرية، وطبعا شغل وافر وشغل مجهود كويس من هذه المنطقة. أستاذ محمد مجدي، ما زلنا في أخبار نادي الزمالك. طبعا كان تعرض بن شرقي لشد بالعضلة الضمة أثناء مشاركته في لقاء وادي دجلة أمس. تمام. وكشف وأكد الجهاز الطبي بأن الإصابة خفيفة ولم تمنعه من المشاركة في التدريبات في الفترة المقبلة. تمام. وأيضا عاد شيكا من الإصابة بمشاركة برضك جزء من مباراة وادي دجلة أمس، ودلوقتي يعتبر جاهز بدنيا وفنيا في الفترة المقبلة. تمام. دلوقتي لا يوجد أي أزمات أو مشاكل داخل نادي الزمالك، كله دلوقتي ماشي يا رب منتظم كده بدون أزمات إن شاء الله. الزمالك منتظم على طول، ما فيش أي مشاكل. تمام. تمام. طبعا في بناء مسجد داخل نادي الزمالك بيتم انشاؤه برضو دلوقتي بجانب الفندق. ما كانش في مسجد، كان في مسجد في مسجد كبير جدا في الزمالك، ولكن بيتم تطويره. لا في مسجد اخر بيتم بناؤه. هو دلوقتي انت كل يوم تعدي بجوار الفندق. بجوار الفندق انت دلوقتي تخش نادي الزمالك كل يوم لازم تلاقي حاجه جديده. بصراحه تعدي لازم تلاقي حمام سباحه اتعمل جديد، تعدي تلاقي بناء مسجد، تعدي تلاقي بناء صاله، تلاقي تطوير في الجيم، تلاقي تطويرات في تطوير في المنشآت، في حاجه جيده طبعا، دي حاجه كويسه طبعا. اول باول يعني الزمالك صراحه يعني بجد في عصر مرتضى منصور الصراحه حاجه جيده جدا جدا. لا يوجد اي مشاكل، مفيش سلبيات، مفيش اي حاجه داخل دلوقتي، هناك حاله هدوء واستقرار يعيش دي اهم حاجه في وانتظر نادي الزمالك بعد فتره التوقف بمستوى فني عالي جدا ان شاء الله، لان كان هناك معسكر منتظم وديات على اعلى مستوى. طب نستأنف برضو اخبار نادي الزمالك بعد مداخله الكابتن حماده البرنس المدير الفني بنادي المصنع الحربي للفريق الاول. اهلا وسهلا كابتن حماده. اخبارك كابتن احمد؟ اخبارك؟ الحمد لله كوتش. اخبارك يا كابتن حماده؟ بخير والله كابتن احمد الحمد لله. سريعا اخبار وكواليس نادي المصنع الحربي للفريق الاول وبدايه القسم الرابع، والتي كثرت الاقاويل في هذا القسم وعدم بدايته في الموعد المحدد. والله يا كابتن احمد حضرتك اتكلمت في الموضوع، يعني حطيت ايدك على لب الموضوع. يعني احنا مش فاهم ازاي فرقه الدرجه الرابعه شغاله ومش عارفين امتى هنبدا نلعب الدوري. شهر 10 لا شهر 12 لا شهر 11، فطبعا دي بيبوظ لك فتره الاعداد بتاعتك، انت شغال عشوائي. تمام. نعم تمام معاك كابتن اتفضل. انت بتبقى شغال عشوائي، انت مش عارف تشتغل ازاي، تنهي ازاي، تبدا ازاي، يعني اظن الحكايه دي حاجه صعبه جدا جدا، يا ريت الناس تتدركها في الفتره اللي جايه. والاقاويل اللي قالوا لا الدوري هيتلغى، لا مش هيتلغى، يعني احنا مش لا يوجد الغاء يا كابتن ولا نيه الغاء لمسابقات القسم الرابع. والله هو الكلام ده احنا سمعناه طبعا، هو طبعا استحاله ان الدرجه الرابعه تتلغى، لان ده محتاج قرارات كبيره يعني، وطبعا بيضيع مجهود هي. بس المشكله كابتن حماده ال 22 نادي الجديد طبعا الجمعيه العموميه
اللي هي الاتحاد المصري لكره القدم طبعا لم تنعقد، فبناء عليه ما خدتش الموافقه، ولكن في انتظار الموافقه الرسميه لاشراق هذه الفرق الجديده على مستوى الجمهوريه. ده ممكن يكون سبب من الاسباب. وبرده سبب تاني والله اعلم بيه طبعا، جالنا برده من مصدر والله اعلم بيه، ان طبعا الانديه الشعبيه التي لا يوجد لها ملعب طبعا يتم استبعادها واشتراكها في مراكز دوري مراكز الشباب. اما النادي اللي عنده ملعب او كيان ده موجود في مسابقات القسم الرابع، وذلك لكثره عدد الانديه في كافه المحافظات. ولكن يا ريت اتفضل اتفضل يا كابتن حماده معاك. يا ريت والله يا كابتن احمد يبقى ده اخر قرار وفعلا الدوري يبتدي في شهر 12 عشان كده كتير قوي قوي قوي. تمام. طيب احوال الفريق يا كابتن حماده سريعا. الفريق والله الحمد لله على ما يرام، الفريق ماشي بخطى ثابته. احنا بدانا من الصفر زي ما حضرتك عارف طبعا، والفريق في ازدياد وفي التقدم. يمكن في بس في اخر مباراه حصلت يعني حادث، يعني نسميه حادث، ان كانت اصابه قويه جدا، اصابه مثلا من لعيب نادي المجد للاعب يوسف منصور، حصل له كسر في الفك ودخل عمليات، ويعني كانت مشكله كبيره، والحمد لله ودلوقتي قام بالسلامه. طب الحمد لله، اتمنى له الشفاء يعني ان شاء الله، وتضامن اللعيبه كلها وتضامن الجهاز الفني مع يوسف، واحنا طبعا نتمنى يعني الشفاء العاجل للاعب يوسف، مترابطه ان شاء الله يعني ان شاء الله. كابتن حماده شكرا جزيلا. كابتن حماده البرنسا المدير الفني للفريق الاول بنادي المصنع الحربي، وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب يوسف اسلام طبعا مهاجم الفريق لاصابته الخطيره في مباراه المجد، وطبعا كسر بالفك السفلي، وان شاء الله باذن الله يقوم لنا بالسلامه ويرجع للملاعب باذن الله تعالى. استاذ محمد ما زلنا في اخبار نادي الزمالك. هناك خبر اخر، الزمالك يسعى بقوه لخطف ايريك تراوري قبل ان يتعاقد مع النادي الاهلي، لان النادي مسؤولي النادي الاهلي ابدوا رغبتهم في التعاقد مع هذا اللاعب. تمام. ولكن دلوقتي فتح نادي الزمالك خط تفاوض مع اداره بيراميدز ومع مستر دي صبر نظرا لعلاقته بمستر ميتشو الطيبه. تمام كويس. وايضا على طاوله مجلس اداره الزمالك عمر جابر بيحاول نادي الزمالك ان يستخدمه في الميركاتو الشتوي القادم. تمام. بالاضافه لعماد نبيل دونجا طبعا، لان محمود عبد العزيز دلوقتي رباط صليبي سيغيب فتره طويله 6 شهور، وايضا محمد حسن ما بين اصابه لاصابه. تمام. يعود ولا يوجد في الزمالك ديفندر صريح غير طارق حامد فقط. تمام. فلابد من تعاقد الزمالك مع ديفندر اساسا. تمام. بس انا شايف ان لو الزمالك بيفكر في صفقه واحده ما بين عمر جابر ونبيل دونجا، انا طبعا اختار عمر جابر. عمر جابر ابن نادي الزمالك، وغير كده عمر جابر دولي، لاعب دولي اكيد طبعا، وجوكر بيلعب في اكثر من مركز هيحتاجه نادي الزمالك في الباك رايت والديفندر والباك شمال. تمام. طيب في برضه ما زلنا في اخبار نادي الزمالك قبل ما نختم. الزمالك قدامه دلوقتي كذا سيفي لمهاجمين افارقه، هناك نيه للزمالك في التعاقد مع مهاجم نيجيري. تمام. بس انا ما عنديش معلومه النادي اللي بيلعب فيه دلوقتي حاليا، ولكن نادي الزمالك عامل سريه تم على هذا الصفقه، ربما تكون من الدوري السعودي يعني. تمام على مدى طيب كده خلاص. في اي حاجه حضرتك عايز تسالها؟ طيب خلاص ماشي. طبعا ان شاء الله باذن الله. في طبعا ما ننساش يوم الخميس القادم مباراه كثيره، منتخب مصر ونادي ومنتخب الكاميرون طبعا في التصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو. المنتخب الاول امام كينيا في نفس اليوم، برضه في نفس اليوم بس هنا في القاهره وهناك في اسكندريه. المنتخب الاول في اسكندريه في برج العرب. طبعا التذاكر برضك للجماهير عشان تبقى عارفه، التذاكر ستطرح بكره امام بوابات. طب مجانا ولا لا؟ مفيش حاجه مجانا. مفيش حاجه مجانا. تمام. هي هتطرح دلوقتي امام بوابات النادي الاهلي. لا عندنا قطاع، خلي بالك عشان النقطه ديت، قطاع الناشئين والبراعم بنادي مدينه نصر دخل الاستاد في مباراه غانا مجانا طبعا، والحمد لله كان
كافه الاساليب الراحه موجوده للقطاعين والحمد لله رب العالمين. انا فاهم بس بتتكلم على مباراه كبيره بتاعت مصر. طبعا في ختام هذه الحلقه بحب اشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي الصحفي بجريده نادي الزمالك، وطبعا وبنحب نشكر طبعا اسره العمل الاستاذه رهف الدري مديره الاعداد، والاستاذ وجدي علوى رئيس التحرير، والاستاذ اسلام طايل طبعا. وبحب اشكر في هذه الحلقه طبعا جميع المخرجين والمصورين الموجودين في الاستوديو، وان شاء الله تعالى انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في برنامجكم ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.